مازال ما قريت زعما يعني اقتراحات جديده، ولكن عندي واحد الفكره مصغره على هذا الشيء، ما عنديش شي فكره كبيره اصلا. مازال غير مقترحات، مازال اجتماعات. كنظن كان بواحد الاجتماع ديال وزير العدل مع منتشي النيابه العامه، هذا يعني بدات الامور بدات اجتماعات، ولكن مازال ما كاينش شي مخرجات. وكما قلت لك انا مع ما يكونش هناك ظلم في حال الطلاق، لا بالنسبه للرجل بالنسبه للمراه، مع المراعاه ديال الحقوق ديال المراه ولا ديال الرجل. ولكن عاوتاني كيبقى ديما شنو هو المخرجات اللي تخرج بها الاجتماعات، الاقتراحات، واش هي في صالح الرجل والمراه اون ميم طون، ولا غير في صالح واحد الطرف معين على حساب الاخر. هنا في كتبقى اول الفقه هو الاول، بحكم ان المسلمين يعني خص مراعاه الجانب الديني هو الاساس بالنسبه للقران بالنسبه للسنه. من بعد كتبقى الاجتهادات ما خصهاش تخرج على الاطار هذا، الاجتهادات القضائيه ولا ديال الجمعيات ديال حمايه الاسره ولا حمايه المراه، ما تخرجش على مقتضيات ديال ولا المنزلات ديال الشريعه ديالنا لا في الفقه لا في السنه. هذا بالدرجه الاولى، والاجتهادات تكون في مستوى، ما تكونش عاوتاني تتغلب عليها واحد الطبعه العاطفه لا بالنسبه للمراه لا بالنسبه للرجل، ما تكونش عاطفيه 100%، تكون عقلانيه. وانا ربما هذه القضيه غتفاجئ ما غيحملونيش العيالات عليها، مي انا ضد القضيه ديال بالنسبه لتعدد الزوجات ديال الرخصه الثانيه، انا ضد هذه القضيه ضدها. كنتمنى ان ينظروا في هذه القضيه كما كيبغيو ينظروا في الحقوق ديال المراه في بالنسبه للطلاق، وهذا تكون عاوتاني واحد النظره في تعدد الزوجات. اظن كسائر المغاربه والمغاربيات في المغرب كيهتموا بالاسره وكيهتموا بمدونات الاسره وتعديلات عفتها. قريت بالنسبه لاخر ما شفت هي المصدر القانوني، فملي كيتزادوا الوليدات كيلقاو هذاك الاب حط مثلا بيت الزوجيه كاينه، يعني هادشي اللي تلتنا ولات المدونه. كاين واحد المصدر ديال العيش اللي هو عيش كريم للعائله والاسره، مستوفين الشروط ديال الزواج بالانساب ديالهم. المدونه تناولت هاد الحقائق، يعني حتى في حالات مثلا اي مثلا بالنسبه للتجربه ديال لي فونكسيونير اللي هما الموظفين في المغرب والموظفات، وايضا حتى الحدود المستخدمين العمال اللي تخابيغ تخابيس اونتيني شغيله اونتينيغال حاله الانساب، يعني هذا اهتمام باجيال في الاسر المغربيه. تناولت ايضا المدونه، مدونه الاسر في المغرب بتعديلاتها، حتى الزواج بالاجنبيه، الزواج ايضا ديال الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج بمغربي مع مغربيه. يعني مدونة الأسرة في المغرب عند بتعديلاتها عندها واحد القيمة تاريخية باهتمام بالأسرة المغربية. عدة مشاكل اللي كاينين مطروحين فتناولتهم التعديلات، التعديلات الأسرية تناولت حتى بالنسبة للمأزورين اللي كيتلقاو مثلا الأجور ديالهم سواء من الصوم كصناديق أو من صناديق أخرى أو حتى الصندوق المغربي للتقاعد. تناولوا الزواج مثلا بالزوجة الأولى والثانية الزمانة مثلا، تناولوا عدة يعني في تعديلات عفتها مدونة الأسرة المغربية في المغرب. هذا يدل على أن هناك اهتمام بجدية ماشي غير مجال القانون الوضعي، وإنما أيضا مجال القضاء الشرعي. القضاء الشرعي اهتم بجدية بالنسبة للمغرب حتى بكيفية تناول التعديلات اللي عرفتها مدونة الأسرة. لا ما فاهمش. لا عندي أسرة الحمد لله، والمهم تيقولوا تيخرجوا بعض الأشاعات حق النص بالنص، ما فهمتش هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء تيدير. ولكن نشوفوا المداونة تنعيا، ولكن خاص الإنسان يكون المداونة هي راه كاينة في القرآن الكريم، فهمتي؟ اي حاجه بغينا تمشوا للقران الكريم، ونتمنوا من الله ان 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 انهم يبقوا في القران الكريم، يعني راه فيه كل شيء، فهمتي؟ من جهه الاسره بطبيعه الحال اي واحد تيبغي بطبيعه الحال غيبغي من جهه الاسره يعني يكون هذاك الشيء مزيان للمراه ومزيان للراجل، ما يكونش جهه المراه فقط، حيت المراه راه غادي يتصروا وغادي يوليو حتى هما باغيين بزاف الشيء، تولي تركب عليك العشره، تجي تقول لها حق الله يعاونها، تقول لك الله يعاون خرج حتى من الباب كما تيقول لك، تيقول لك انت دير الدار دير ما عرفتي شنو في الاخر، غتقول لها نطلقوا تقول لك يلاه برا بنادم. هذا هو المشكل، فهمتي؟ نتمنوا من الله ما يكونش هذا الشيء، والحمد لله
الدوله راه عارفه شنو تدير، ويعني راه غيكونوا نتمنوا من الله يكون من الحسن. حين ولينا تنشوفوا في المحاكم ولاو الطلاقات بزاف وهذا ممكن انهم شافوا هذا الشيء غيخرج من يدهم، قالوا نحاولوا نجدوا فيه شي حوايج باش تبقى الاسره مجموعه. حيت عاوتاني الا بقينا تسكننا بالعاطفه، المراه عاوتاني راه اجي الراجل مسكين عاوتاني راه واحد القصه غيوجد حوايجو غادي يمشي للحبس ديريكتوم، اللي ما عندوش باش يخلص. مازال نقولوا بالنسبه للموظف كاين ان بريفون من لا سورس، ولكن بالنسبه للعامل اليومي اللي هو كيعيش من نهارو بنهارو، يا اما جوج حوايج، اما ما غيتزوجش ولا تزوج غيعور راسو واحد النهار الا طلق ولا شي حاجه غادي يمشي للحبس. شويه هو صراحه حيت مازالين ما كنفكروش من دابا في التكوين ديال الاسره، دونك مازالين هذاك الشيء علاش مازال ما فكرش نطالع في هادشي ونتعمق فيه بزاف. هو المدونه من الدور ديالها هي انها تحقق العدل والانصاف ما بين الرجل والمراه في الاسره. الشيء اللي بغينا يتحقق ومع هاد يعني الامور اللي كنسمعوا دابا في هذا يعني التشكيل ديال اللجنه لاعاده النظر في مدونه الاسره، يعني كنا كنتفائلوا خير انه يتحقق هاد الشيء اللي بغينا ويرجع للراجل شويه من داكشي اللي كان عنده، يعني الدور ديالو في وسط الاسره في وسط العائله، الراجل تكون عنده القيمه اللي كانت عنده شحال هذه اللي ولينا كنشوفوها كتدهور بزاف في وسط المجتمع المغربي. وان شاء الله يكون خير من المستقبل ان شاء الله. احنا مع الاسره، احنا بغينا الاسره تكون يعني تكون أسرة تقليدية، يعني كتستمد الأمور ديالها من الشرع من الشريعة الإسلامية. هذا هو النورمالمون الأصل، هذا الشيء اللي خصو يكون. دونك إلا كانوا شي حقوق اللي بغاتهم المرأة طالب بهم، ولكن ما نخرجوش بزاف يعني ما نبعدوش بزاف على الدين ديالنا اللي كيوصي بالولاية ديال الراجل على المرأة. للشباب اللي يجوا يتناسبوا يهتموا بهاد الجوانب، يعني الشروط الكافية يعني باش ملي كيجيو يتناسبوا كيتقوا الله في الانساب ديالهم. ملي كيجيو ياسسوا واحد الاسره كتاسس على اسس ديال القانون الوضعي والشرعي بجوج باش كتكون باش كينجحوا هما وليداتهم ان شاء الله. سواء حاليا انا عندي خوتي حتى هما بوليداتهم، فهذا علاش عندنا والدينا خلاو حتى هما حفيد ديالهم استاس اللي خلاو جدودنا والدينا كان فيه واحد الخير، يعني كان فيه احترام الجانب الشرعي، وهذا تناول حتى القضاء الشرعي في المغرب، القضاء الوطني والقضاء الدولي يهتم بهذا الموضوع. مدونة الأسرة المغربية بتعديلاتها تسير في اتجاه تأسيس أسرة مغربية في المستوى يعني لجميع الأجيال